الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يجعلني وإياكم من خير عباده الصالحين، إنه جواد كريم. اعتدنا يا أخوة الكرام أن في هذا البرنامج في كل حلقة يعني نتكلم عن بعض المسائل التي تخص المجتمع والتي تعين بإذن الله عز وجل على استقراره وأمنه وأمانه، لكن أحببنا نواكب الأحداث، والأحداث الأخيرة في نظري كانت جدا 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 بعد أكرر مهمة. الأحداث الأخيرة لا يخفاكم أن العالم كله عنده يوم مخصص، وهو 26 في شهر 6، هذا يسمى اليوم العالمي للمخدرات. فالمخدرات آفة خطيرة قد انتشرت في المجتمعات، ولها مروجين ولها مدمنين ولها للأسف منظمات ترعاها وتدعمها، ويعني حدث ولا حرج. وكل واحد فينا يخاف على أبنائه، يخاف على ذريته، يخاف على مجتمعه، يخاف على أفراد المجتمع. لكن أنا اليوم ما أبغى أتكلم، أنا بديت أتكلم لكن أنا لازم أوقف، لأن اليوم عندي ضيف أستاذ فاضل دكتور متخصص. وعندما تأخذ المعلومة من إنسان متخصص يعني له سبق وله دراية وله معرفة وخاض في بحر ومعرفة هذا البلاء العظيم اللي فشل اليوم في المجتمعات، هني احنا نطمئن حتى ناخذ المعلومة من مصدرها الصحيح. دكتور عبد الله الأنصاري، مدير إدارة الأبحاث المجتمعية والتوعية والعلاقات العامة في مركز إرادة للعلاج والتأهيل، أهلا وسهلا بك. حياك الله شيخ فيصل، أولا أرحب فيك وأنا سعيد أكون معك في هذا البرنامج. الله يسلمك، احنا لله صدى طيب في المجتمع الإماراتي، وإن شاء الله أني أقدم معلومة مفيدة في هذا اليوم. الله يسلمك ويبقيك ويبارك فيك. دكتور، يعني شفنا الضجة الإعلامية كانت جميلة بما يخص اليوم العالمي للمخدرات، والحدث قريب وأتوقع ما زالت الفكرة موجودة في ذهنك، وشو آخر التطورات وآخر الأبحاث وآخر، باختصار يا أخي الكريم حدثنا يا دكتورنا يا شيخنا عن اليوم العالمي الأخير هذا، شو خرجته، شو استفدته، شو الجديد فيه؟ أقول بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أسأل الله عز وجل أن يجنب بلادنا الإمارات وسائر بلاد المسلمين الفتن. آمين يا رب. هذه الآفة اليوم مثل ما بديت كلامك، هذه آفة عالمية، هذه ما تتعلق بالإمارات. نعم. كان الحديث في السابق شوي متكتم، شوي خايفين نقول إن عندنا مشكلة عشان نحافظ على أمن هذه البلد، لكن اليوم ما في بيت إلا في هالخبر، ما في جار، ما في، خلينا نقول منطقة مشكل بيت، أكيد مشكل بيت. نعم. ما نقول ما في منطقة إلا فيها بعض من أصيبوا بهذا الوبال وهذا البلاء. والسبب مثل ما قال سيدي صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، إن شعبنا محسود. الله. نحن أولا على نعمة عظيمة، أولا نعمة الإسلام، ثم نعمة الأمن، ثم نعمة الأمان. نحن مستهدفين، شبابنا مستهدف، ركيزة هذا الوطن مستهدفة، والعالم كله كما ذكرنا مصاب بهذا البلاء. لكن السؤال، هل المصلحون والصالحون في كل بلد، الشرفاء، بيستسلمون أمام هذه الحملة الشرسة؟ شبابنا يضيعون، شبابنا يروحون، ما في حلول؟ لا، في حلول. اليوم العالمي للمخدرات الهدف منه تذكير العالم بالجهود المبذولة في هذا المجال، ونحن نتكلم إن شاء الله بالتفصيل. لكن بشكل عام قبل أن نبدأ بالتفصيل، اللي بقوله في 26/6 مثلا، كل الجهات اللي أعرفها، أنا عن نفسي شاركت أولا في مركز إرادة، في منصة بتكلم عنها بالتفصيل بعد شوي، 3 أيام في وسط المجتمع في مول نوعي بطريقة مبتكرة جدا بتكلم عنها بالتفصيل. ثم كنت كذلك في خرفكان أقدم محاضرة مع ثلة من الأساتذة، الخبير الدكتور إبراهيم الدبل أمسي عليه بالخير، وكذلك كان واحد من ضباط المكافحة في شرطة الشارقة، وكانت دعوة كريمة من قائد عام شرطة الشارقة، صراحة أشكره على هذه الدعوة. رجعنا من هناك كذلك كنا في مجالس بعض الشيوخ نقدم كذلك محاضرات، كنا في أبو ظبي عند جمعية واجب التطوعية اللي على رأسها الشيخ خليفة بن محمد آل نهيان، وكان من الحضور معالي ضاحي خلفان. اللي أختصر في الكلام دكتور، أنا ما أبغى أقطع كلامك لكن الكلام جميل، بس نأخذ بريك بسيط ونرجع إن شاء الله لهذا الكلام. سؤالك طيب. الله يحفظك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في هذا البريك يعلم الله عز وجل أنا كل اشتياق أنتظر متى ينتهي حتى أستمع للكم الهائل من المعلومات دكتور عبد الله اللي تناقشت فيه معك في هذا الفاصل البسيط. لكن يا إخوة، أرقام التواصل راح تكون متواجدة معكم على الشاشة، وإحنا نسعد باتصالاتكم واستشاراتكم. الدكتور اليوم معانا بين يدينا، فلا بد أن نأخذ منه ما نريد. وأتوقع يعني الإنسان ما يستحي يا إخوان يعرض مثل هذه الأشياء. ضروري جدا أن إحنا نسأل ونستفيد حتى نحافظ على مجتمعنا. لكن دكتور، إحنا نرجع لك وقطعنا الحديث، توقفنا عما يعني كيف أن ولاة أمرنا كانوا مهتمين، وذكرت أن يعني المسؤولين والشيوخ الله يحفظهم ولاة الأمر، فزيد بعدك التوضيح في ذلك الله يحفظك. طيب، مثل ما ذكرت قبل الفاصل أن الدولة كلها مستنفرة في الأيام الماضية لتوعي المجتمع. أولا توعي المجتمع مش فقط بأضرار المخدرات، توعي المجتمع بوجود مكان للعلاج، توعي المجتمع بكيفية مخاطبة هذه الفئة والتوعية السليمة. لأن كان في توعية خاطئة في الماضي، كان في توعية لكن بشكل خاطئ. أول شيء لو واحد مثلا قال الشيخ ليش تقول شيء، سنين من التوعية والجهود المبذولة كانت خطأ، أخوي اليوم الطبيب يتراجع، اليوم العلم يتطور. نعم صحيح. يقول لك إن هالدواء كان مفيد، اليوم مو مفيد. هالدواء كان في ذاك الزمان كان نظن إنه هو الدواء الفعال، واليوم اكتشفنا إنه فيه آثار سلبية أوقفناه. فمو بعيب الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، يقول نحن نسعى للمركز الأول، العالم في كل ثانية يتقدم علميا، فما يستوي نحن نوقف. فاليوم عشان ما نطول ندخل في التفاصيل، الدولة في كل أجهزتها مش فقط الأمنية، أمنية علاجية خدمية مجتمعية تقديم دعم وإعانة، كلها التفتت التفاتة واحدة لليوم العالمي للمخدرات عشان توعي العالم وتوعي أنفسها كذلك بالمستجدات وشو ممكن نقدم إن شاء الله عز وجل. طيب دكتور، أنت ذكرت شيء أنا يعني أحتاج أني أقف معه. أنت قلت أن التوعية أصبحت اليوم مختلفة عما كانت من قبل. أكيد. يعني أنا أسأل سؤال، هل هناك يعني أنتوا في مركز إرادة هل قائمين بهذا الدور بما يخص التوعية، ولا أنتوا علاج ولا تأهيل؟ جميل. يعني حدثنا عن مركز إرادة، أنا أسمع عنه بين فترة وفترة وأشوف بعض الشعارات. أكيد. لكن اليوم أنت بكبرك موجود عندنا، الله حدثنا عن هذا المركز يا دكتور. والله ما جئنا لهذا اللقاء إلا لكي نوعي المجتمع بوجود مراكز، منها مركز إرادة للعلاج والتأهيل. أولا قصة إنشاء هذا المركز، هذا المركز مبادرة كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد. نعم. وكذلك هذه المبادرة تلقفها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد الوالد محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وأصدر قرار إنشاء مركز إرادة للعلاج والتأهيل في 2016 نحن بدأنا العمل. ما شاء. هذا المركز سؤالك له ثلاثة أجنحة. الجناح الأول وهو ما في شيء اسمه أساسي، لكن الجناح الأول اللي اشتغلنا فيه في المرحلة الأولى، الجناح الأول هو العلاج والتأهيل. في فرق بين العلاج والتأهيل. العلاج المريض المدمن الذي تشبع جسده بالسموم لابد أن يخضع أولا لعلاج إزالة هذه السمية. الخطر أخوي فيصل أن أبو يكتشف أن ولده مدمن، يحبسه في البيت وبالعصا ويقول أنا بحبسه وبمنعه من المخدرات، قد يمر بأعراض انسحابية بسبب زوال المادة السمية بغير إشراف طبي، قد تصل إلى الموت وهو يظن أنه يمشي بطريق صحيح. صحيح. والله إن قد يمر بآلام قد تصل إلى نشر العظام من شدة الألم، فوالله بعضهم يعق عمره مدريشة. أنت تقول يبا يتعاطى، هو مريض، هو يحتاج إلى العلاج. أرجوكم إياكم أن تدفعكم مسألة الفضيحة والعار والعيب. اليوم نحن في مركز إرادة وكل المراكز نوعي أن الإدمان مرض. يا أخي ولدك مريض مثل أي مريض ثاني، أنت لو ولدك في سرطان وين توديه؟ لو ولدك في سكر وين توديه؟ لو ولدك انكسرت رجله وين توديه؟ دكتورهم ما ينظرون للشيء هذا، ينظرون أن سمعتي وبعدين هذا يتعاطى مخدرات، ما ينظرون له نظرة دونية، نظرة سيئة، نظرة أن أنت إنسان عفوا يعني بس عار على المجتمع. أنت كذا ليش ما ينظرون معذور مريض؟ معذور الأب والأم والأسرة معذورين. إعلام من سنين صنع هذه النظرة دائما خلف القضبان،
دائما في الحمام محقون، دائما محاضرات المشايخ، حتى المشايخ جزاهم الله خير زمان كل المخدرجي، هذاك اللي مات، هذاك اللي في الحمام، هذاك اللي راسه. فشو الفكرة اللي تزرع في راس المجتمع ان هذا مجرم؟ لكن اليوم هذا التغير اللي صاير اليوم، نحن نفرق، ابا يكون خطابي واضح، بين المروج هذا مجرم، بين الذي يبيع السموم هذا مجرم، بين الذي يضحي بهؤلاء الشباب. لكن اليوم عندك ابناء تعاطوا في سن 13 و14، هذه المجرمين، هذه الضحايا قد يكون ضحية أسرة مهملة، قد يكون ضحية أسرة مهملة، قد يكون ضحية صداقة غير سوية، غير سوية وكذا أفسدت حياته تمام. الآن أخطأ، شو الحل يا أخي؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت ما شاء الله من أصحاب الدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل يجلد في الخمر مرارا. وعلى فكرة ها من التوعية، الخمر إدمان، شأن باقي المثيرات العقلية. نحن مركزنا يعالج المؤثرات العقلية وليس فقط المخدرات. شو الفرق؟ ان الخمر ادمان، بل اشد من، قد يكون اشد من ادمان بعض المواد. المهم يؤتى به مرارا، يجلد يعني يعاقب في الخمر، اذا المفروض يوصم بالعار صح؟ لا. فواحد من الصحابه رضي الله عنه قبل ان يتعلم طبعا قال لعنه الله الا يتوب؟ اسمع النبي شو قال له، لا تسبه انه يحب الله ورسوله. شوف يعني اثبت له الفضل في محبه الله ومحبه الرسول، لكن واثبت له العقوبه، واثبت له العقوبه يعني نظر له نظره ان هذا بالنهايه انت انسان مسلم، احنا نحبك ونحترمك، لكن فيك هذه الافه تحتاج علاج بطريقه. بل قالها في حديث روايه اخرى باوضح، لا تكن عونا للشيطان على اخيك. سؤال، مجتمع كله يتهمه بانه مجرم، شو بيسوي؟ بيكمل الجرائم. نعم. بيكمل. لكن مجتمع يقول له انا موجود بس بشروط. ما هي الشروط؟ العلاج. تعال تعالج أنت حبيبي، تعال تعالج، تقدم للمراكز. إذا مركز إرادة خرج إلى النور بهذه المبادرة العظيمة وكذلك هذا المرسوم الذي أصدره. إذا الركن الأول العلاج والتأهيل. العلاج هو إزالة السمية، تكون ما بين 6 أيام أو أكثر إلى 12 يوم 15 يوم فقط، ثم ينتقل المدمن بعد إزالة السموم إلى مرحلة التأهيل. مرحلة التأهيل 4 أنواع، تأهيل نفسي. دكتور عفوا قبل لا ننتقل لمرحلة التأهيل، أنت لما تقول علاج إزالة السموم يعني أفهم منك في أطباء، في عيادات، مركز إرادة؟ أيوة. أولا مركز إرادة عنده أكبر كادر طبي، عندنا 6 أطباء، عندنا بروفيسير قضى سنين طويلة من عمره، أمسي عليه بالخير، البروفيسير حمدي مصلحي، هذا هو المدير الطبي. أنت أمام مستشفى شيخ، أنت أمام مستشفى، في مدير طبي، في عدد مدرب من الممرضين المختصين في مجال الإدمان. يعني مش القضية قضية وعظ تعال بننصحك وكذي وفتح ملف ويلا روح لا تسوي تدمر ثاني. أنت أمام تقييمات قبل الدخول 3 ساعات، تقييم طبي، تقييم سلوكي. إذا العلاج يأتي من أين؟ إزالة سمية، ثم مرحلة أخرى تسمى التأهيل بالإنجليزي ريهاب. هذا التأهيل العجيب، تأهيل في مركز إرادة، أن يكون أولا تأهيل نفسي. نعم. ثم تأهيل اجتماعي، ثم تأهيل سلوكي، ثم آخر واحد تأهيل ديني. مركز إرادة عنده قسم وعظ وإرشاد، أطلق برنامج مبتكر اسمه برنامج 99 حوار مع الروح. هذا ليس برنامج وعظي، هذا برنامج في علم الإدمان أو علم السلوك، يسمى بناء السلوك المعرفي. كيف أنا أبدأ أتخلص من عاداتي السيئة رجوعا إلى 9 من أسماء الله عز وجل الحسنى. هالبرنامج مطبق في المركز، ساعين لتدريب عليه في كل الجهاد، الدوائر الدينية بالذات. جميل. أو حتى السجون أو غيرها من الدوائر. والحديث كثير، تبغاني أكمل؟ أنا مستعد. والله أنا مستمتع دكتور صراحة، مستمتع جدا. لكن أنت لما تقول دكتور والله حيا خلي يجي يسجل عندنا في المركز وكذا، طيب يا دكتور احنا خلنا شوية صريحين أكثر. أكيد أكيد. إنسان يتعاطى مخدرات، أكيد شو موقفه من المجتمع لما يجي يسلم نفسه لك؟ أنت الطبيعي أتوقع أنك بترفع اسمه للشرطة أكيد وللتحريات. بنسمع الحين الجواب. أنا أسألك سؤال، هل هذا الشخص إذا هو يتعاطى، هو يعرف أنه الحين متورط في هذه الورطة الكبيرة، يتعاطى مخدرات، نعم، إذا مسك بيتدبس في قضية ومن محاكم، بتضيع وظيفته، بتضيع وظيفته وتضيع حياته، في نفس الوقت هو متألم صحيح يبغي يتعالج، طيب هل هناك قوانين أو هل هناك يعني مبادرات من عندكم تحفظ مكانة هذا الإنسان في المجتمع؟ نعم. وصلاحه وعدم تشويه سمعته؟ يا رجل خلنا صريحين، منو يقبل اليوم يروح يتكلم في الفريج يجيب ابنه للشرطة أو لمركز إرادة فضل يا جماعة الخير هذا ابني يتعاطى مخدرات؟ صحيح
صحيح. الحين السؤال حتى ما هذا الشخص قد يكون متزوج أب رب أسرة غيره موظف له مستوى له وظيفة له حياته أكيد أكيد يا أخي أنا أبغي أتعالج لكن إذا جيتك أنت أنا كمركز إرادة يا جماعة الخير أنا جاي مسلم نفسي لكم أبغي أتعالج بكل صراحة دكتور فضل. في أحد بيعرف عن هذا الإنسان؟ طيب نحن ما نتكلم بالعواطف نتكلم بالقوانين. أولا أتكلم عن قانون الدولة لأثني على الدولة. أولا المادة 43 تكفل الحق لكل إنسان يتعاطى أي مثير من المثيرات العقلية أن يتوجه بنفسه أو أسرته من الدرجة الأولى لو بلغوا عنه بدون رضا أبوه يعني بدون رضا نعم الدرجة الأولى أكثر من أمه وأبوه لكن بدون رضا حتى لو أمه وأبوه بدون رضا خبروا عنه نعم. مركز حتى لو كان مركز أمني لكن أكيد غالبا ما يخبرون مركز أمني يخبرون مركز إرادة أو غيره. القانون يضمن عدم المقاضاة والملاحقة القانونية فهذا من ناحية قانونية لكن تعال لإرادة سؤالك عن إرادة لا لحظة دكتور هذا موضوع جدا مهم الناس أكيد. يا دكتور الناس تخاف أكيد من حقها تخاف الناس اليوم يعني أنت الآن لما أتيت وقلت أن هذا القانون هو اللي يضمن حق هذا الشخص أكيد. يا جماعة الخير من هذا المنبر إحنا نتكلم بكل صراحة يعني الدكتور يبغى يقولكم أن أي إنسان عنده مشكلة يتعاطى مخدرات مجرد ما أنه هو أو من أسرته يعني من الدرجة الأولى يروح يسلم نفسه خلنا نقول مثلا قسم إدارة مكافحة المخدرات في الإمارة اللي هو فيها لن يقاضى ما يقاضى أبدا يحال مباشرة أبداً. إلى العلاج إلى المراكز يرشد إلى المراكز العلاجية ويبدأ يباشر علاجه طيب ليش يا أخي أو أسهل قلت لك أو أسهل لو الرجال يقول لي أنا ما بروح المكافحة روح مباشرة للمراكز العلاجية تحفظون سريته الحين الحين بيجيكم على مركز إرادة مركز إرادة بقرار إنشائه يكفل السرية بمعنى أول ما يصل تخيل أنت تقولي سرية أول ما يصل ليتلقى العلاج ملف سري كل معلومة سرية بل من حق المريض في بعض الأشياء اللي مو ضرورية أن يمنع أسرته من المعرفة مثلا سؤال هو لما بيسمع مع الأخصائيين نعم. الاجتماعيين ممكن يتكلم عن إساءة أبوله كانت سبب التعاطي أيوة. ممكن يتكلم عن سامحني ممكن تكون عنده أم غير سوية وسبب بعد أمه وانحرافه كان سبب تعاطي أو عمه صح ولا لا نعم. طيب هالمعلومات لو أسرته عرفتها تتقبل أكيد نحن هو اللي يوقع تبغي هالمعلومة تروح لأسرتك ولا لا بالخيار هو إذا قال لا لا أسرته تأتي شو قال ما يخصكم نحن لكم علينا أن نعالج ونصحح ونتواصل لكن في أشياء عامة لابد أسرته تعرف يعني وين وصل في العلاج شو أخباره صاحي ولا مو صاحي ها موضوع ثاني اللي أبغى أقوله هذه السرية شو دليل نجاحها اليوم نحن تقريبا 3 سنوات باقي لنا شوية 1048 حالة مسجلة جديدة يعني حالة مستقلة مش تكرار مرافات ناس تتعاطى نعم 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 ألف ونتكلم ذكور طبعا مو كلهم ذكور وإناث الحالات هذه بين ذكور وعدد أقل من الإناث اليوم عندنا الظاهرة وصلت لبناتنا بنتم ساكتين بنتم ما نتكلم موضوع جدا خطير أكيد دكتور يحتاج تسليط الضوء عليه سامحني شيخ أنا الله أكرمني إني أكون قبل لا أكون مدير ذات الأبحاث والتوعية والعلاقات العامة أنا كنت رئيس قسم الوعظ والإرشاد أنا باشرت الحالات أمامي شباب مثل ما قلت زي الورد أنا سامحني أقول هني أوصل صوتي لكل من يسمعني اسمعوا هذه الأبيات من واحد أفضى إلى الله شاب عمره 20 سنة في سن الورد الأهل ما فهموا شو الإدمان المجتمع في بعض الظروف ما فهم شو الإدمان كان يعاني مع إدمانه من انفصام حالة انفصام ديسبوردر عنده مرض وما حد فاهم كان مصيره المعاملة السيئة عدم الوصول للعلاج بشكل جيد قدر الله سابق راح إلى الله لكن تخيل شو كان يقول هو في المركز عندي قال أبيات جميلة يقول يا رب يا عالم خفيات الأسرار يا منجين يوسف وعيسى وذنون اتجنب الخطوة مشاوير الأشرار وتطهر الأنفس من الذل والهون العام هذا عام تصليح الأضرار ومدة يمين للذي هم يعانون عام التسامح والتآخي والإصرار ونظرة وطن تسور المجرات والكون الله أكبر الله. هذا رجل الحين عند ربه سبحانه وتعالى لكن ليش تبون كل الشباب أرجوكم يا أسر تبون ابنكم اللي أنتم ظنون إن بالحبس أو بالضرب أو بالعطاء أو بالتزويج بعضهم يزوجه يقول بعالجه بعضهم يسافر يقول بعالجه بعضهم يقول بودي دول أخرى تتعالج عشان الفضيحة والعار الحل ليس هذا الحل الدولة توفر أعظم الإمكانات تعرف أن مركزنا يقدم أعظم البرامج العالمية
برنامج. شوف أنا بقول أسماء أكيد ما حد يعرفها بس أبغى الناس تبدأ مع الأيام تعرف. أنت كأسرة إذا ما فهمت البرامج كيف تطبق على ولدك في البيت؟ أنت تجيب سام إحنا أنت تحب الصراحة تعال عقة في المصاحة وبعد شهر جاي يلا ليش ولدي مرة ثانية تعاط؟ يا حبيبي أنت ما تي أنت ما تراجع أنت ما تتعلم. أسألك سؤال، لو عندي أبو أو أم فيهم سكر مش لازم أنا كولد أتعلم كيف أضرب الإبرة؟ نعم نعم. وكيف أحاسب أكله وأغير نظامه؟ ترى المدمن أشد من هذا. المدمن أعطيك مثال، المدمن واحد يقول لي أنا كنت أتعاطى في الميلس، رجع بعد العلاج وها خلوه في الميلس. الميلس مثير، لو راح الميلس يتذكر، وانت بالنسبة لك تذكر يا أخي يتذكر شو تذكر؟ شيء بسيط، مو شيء بسيط، آلام في المفاصل، تصبب عرق، مرض مرض. الريال المثيرات بالنسبة له شوق شوق لا يمكن تقاومه. شو تقصد دكتور؟ لا وضح لي أكثر. يعني إذا الإنسان سؤال. امتنع عن المخدرات تمام. وهو في فترة علاج أموره طيبة تمام. خلني أوضح لك بطريقة علمية ويتحملوني المستمعين. في هرمون يفرز في الدماغ، الله أعطانا شيء عجيب، الله خلق الخلق فقدره. في هرمون اسمه الدوبامين. أنا لما أكون سعيد، أنا مثلا رقوني، أنا مثلا يعني مولود، أنا مثلا زوجت، في هرمون يفرز في المخ يعطيك السعادة. شو هدف السعادة هاي؟ إنك تكرر الفعل. يعني نعم. سؤال تبغى تتوفق زيادة، تبغى تستأنس، كل الأكل أكل وجبة حلوة شيء برجرز معين أسير مكان ترى يستوي سعادة. فأنا أبغى أكرر التجربة وياي. نعم. وياي أبغى أسافر الدولة، ليش أكرر؟ هل هرمون فرز أعطاني سعادة بالجو بالطقس بالشباب بالفعاليات؟ أنت في البرنامج ليش تبغى تكرر؟ سعادتك سعادة داخلية. نعم. طيب هذا الهرمون قاسوه علميا، قاسوه أضعافه أضعاف أضعافه يفرز عند التعاطي، أضعاف أضعاف في الرغبة، رغبة التعاطي من جديد. لا الهرمون السعادة تعيش. أيوة. سعادة لا يبلغها حتى العلاقة الجنسية. أوكي تمام. شو استوى بعدين؟ استوى علاقة شرطية. أنت تبغى تسوي رجيم، أنا بسوي رجيم، أو واحد متين يبغى يسوي رجيم، مبرايم في البلاد تعرف ليش؟ نعم. يمشي شاف دعاية الوجبات السريعة في الشارع، شو يشتغل عنده؟ على طول الدوبامين. هذا الهرمون يقول لأبوي أنت ما بتحقق سعادتك اليوم إلا لو ضربت لك الكرك. صدق. فتخيل أنا أتكلم عن كرك وبرجر أو علاقة ما أقدر أوقفها، علاقة جنسية، أي علاقة، المخدرات أضرب في 100. فالعلاقة الشرطية هي أني أنا كل ما أشوف شيء كنت أسويه أثناء التعاطي، أماكن، اسمع مني، أماكن، أشخاص، أدوات، القبشة تذبحها، القصدير يذبحها. كيف هو كان يتعاطى زمان ببعض الأدوات، أنا ما بفصل لأن هذا من التوعية أني ما أفصل، كان يتعاطى ببعض الأدوات. هذه الأداة الأم في رمضان ولدها بدأ يتعافى ويبدأ يروح العلاج ومصحة، المسكينة لأنها هي اللي تحتاج توعية عطتها سامان أو أكل يودي المسيد وياي. هذا الأكل حار فغطتها بشو؟ بالقصدير. عطي ولدك احتمال كبير يتعاطى، والسبب أنت. ليش؟ لأن هذا مثير، هذا اللي شافه، هاي أداة من أدوات التعاطي، يشتغل النظام العقلي اللي عنده أنه بشوق كبير لا يحتمل، أو يشوف صورة مثلاً، يشوف دعاية، يشوف. نعم نعم. عشان شيء من التوعية الصحيحة ما تظهر صور الإبر، ما تظهر صور الحبوب والمخدرات. مشايخنا الكرام، مشايخنا حبايبي، يوم عندك اليوم العالم المخدرات وطالع لي حاط لي أسماء المواد اسمها صريح، أنا ما أقدر أسمي، شوف أنا عندي وعي، اسمها وشكلها ولونها وإبر وحبوب والخطوط، شو تسوي؟ على أساس يعني صورة تعبيرية عن المخدرات. خطأ يا أخي. ابن مسعود قال وكم من باغي للخير لم يدركه. تخيل لو واحد يبغى يسوي خير واحد شيبه يبغى يشله يفزع له يشله بقوة يتكسر عظامه، ترى أنت تبغى خير بس أنت عورت الريال. يعني أنت تقصد دكتور لو الإنسان لما يشوف هذه الأشياء أمامه، نعم، تثير عند الغريزة هذه أو الهرمون هذا يشتغل بشكل غير طبيعي. يعني إذا كان ناس يشافها تذكر مباشرة. أكيد. بس سؤال، شو مفروض يسوي؟ أول شيء يبتعد عنها والأسرة تعينه على ذلك. طيب أكيد بيتعرض لبعضها، مثل بعض الجو، ترى الجو يتغير بالنسبة له مثير، الجو يصير مطر بالنسبة له مثير. شتاء والبر، تدري ليش؟ لأنه كان يتعاطى في البر في الخيم، مجرد ما أنا راح خلاص يستحضر الأشياء وما يروح كده. يعني أكيد بيروح القبشة مثلاً، أكيد بيشوفها. لكن السؤال، العلاج هو الحل، ثم الاتصال. ساعات يجي شوك شديد أو الأسرة تكون فاهمة، أبوي واحد قال حق أبوي يعني شوك شفت كذا كذا، تعرف شو قال له؟ أحيانا أنا سوق السمج مو فايق لك، يوم برجع البيت بتفاهم وياك. ابنك بيتعاطى يقول أنا مو فايق لك، مشكلة، ترى مو فاهم مو مستوعب. يا شيخ إذا ما استوعبنا إنه مرض وأن الحل، اسمع مني الكلمة هاي، الحل هو المصحة. لا تألف،
لا تألف ترى، لا تقول لي أنا راقبنه، أنا أطلع أصلي وياه أرد وياه، شو يسوون؟ أصلي وياه أرد وياه أسافر وياه أكل وياه بيت عاط. يعني أنت دكتور تبغي تقول أن مش القضية قضية هي عادة أو سلوك يمارسه الشاب، هو أنا مرض. باستطاعتي أن يغير هذا السلوك منه وخلاص ولدي راح يتعالج ينتهي من المشكلة. لا. القضية هي عبارة عن مرض لابد أن يتم علاجه بطريقة صحيحة. شيخ فيصل، الأغنياء، اسمع مني الكلمة الصريحة، الأغنياء بل بعض قد يكون كبار المسؤولين اللي ابتلوا، ترهم بشر مثلنا، ابتلوا بابن مدمن أو بنت مدمنة، لم ينجحوا بكل وسائلهم الخاصة، مع ما عندهم من يعني السلطان من ومن المال ومن القوة ما نجحوا. تعرف ليش؟ لأنك أنت أمام مرض وما يستعالج، أنت أمام مرض وما يستعالج. إرادة وغيرها من المصحات موجودة اليوم لتوفير الملاذ الآمن الوحيد لأبناء وبنات هذا الوطن، سواء كانوا مواطنين أو كانوا مقيمين على الأرض الطيبة. نحن مركزنا الحمد لله يقدم خدمات العلاج، التأهيل، التوعية. اليوم الحمد لله مركز إرادة انتقل نقلة نوعية بالتوعية، أطلق في عام التسامح مبادرة وليست حملة توعوية. نعم. اسمها مسموح. وفرنا لحظة دكتور، احنا قبل ما نتكلم عن مسموح بس عندنا فاصل بسيط. حاضرين. ونرجع نستمتع. مسموح. الله يسلمك. فاصل يا اخوي الكرام ونعود إليكم من جديد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرجع ونواصل الكلام دكتور عن مركز إرادة. واصل الكلام دكتور، حدثنا عن ما يخص العلاج التأهيل في المركز. شو الخطوات الأنسب دكتور في العلاج؟ متى يأتيك الشخص؟ كيف يوصل لكم؟ عندكم تطبيق، عندكم لوكيشن، عندكم يعني حضرين. حدثنا عن هذا الباب يعني حتى يسهل للشخص اللي حاب انه يبادر، باذن الله راح يبادرون ما دام ان الاخوه في مركز اراده عندهم عدد فوق الألف ملفات، هذا دليل نجاح. الحمد لله، فاللهم لك الحمد. تفضل دكتور. الجواب كالتالي، مركز اراده، اول خلينا نتكلم عن الموقع. مركز اراده في دبي، موجود في الخوانيج. نعم. في منطقه اسمها مرتفعات الخوانيج. مرتفعات الخوانيج معروفه في دبي، رسميا معروفة بهذا، وادي العمردي. فالمهم يكفي انها في الخوانيج. طيب كيف اوصل لوكيشن بالضبط؟ الحمد لله اليوم محركات البحث وعلى راسها جوجل. نعم. اكتب بس مركز إرادة الباقي بيطلع لك. اللوكيشن موجود، السيارة اللوكيشن بيقودك تماما لباب المركز، او على الاقل تقدر تدخل إرادة سنتر، حسابنا في انستغرام اسمه إرادة سنتر. إرادة سنتر او مركز إرادة بيطلع لك حسابنا. وأنا أدعو هني من هالمنبر أن كل واحد الآن يسمعني من هالقناة المباركة، قناة هذه الإمارة الطيبة الفجيرة، أن يفتح ويسوي متابعة. متابعتك مو لأنك أنت والله ما عندي مدمن حق شو أتابعكم، والله أنا ريال ما يخصني في الموضوع الإدمان، بعيد عن الإدمان. إذا ظل المجتمع بهذا الفكر ما بنستطيع نصل لكل أبنائنا، لأن مركز إرادة مثل ما بكلمكم ما يقدم خدمات العلاج والتأهيل فقط، يقدم خدمات الوقاية. ندرب الأسر كيف تكتشف أن ابنها مدمن قبل لا يكون، أو ممكن يكون مو مدمن بس كيف تراقبه بالطريقة الصحيحة. شيء ثاني ندربهم على كيف يربونهم بالطريقة الصحيحة، من برنامج عظيم الآن بيطلق إن شاء الله، وإن شاء الله صدى بيوصل لكل الإمارات، برنامج لقمان بالقيم يصان الإنسان. عشان ما نرجع لمحورنا، عندك سؤال؟ أنا عندي سؤال، لكن قبل ما أنتقل إلى كيفية معرفة إذا كان الإبن متلبس بهذه الآفة. جميل. مركز إرادة كيف دوامكم؟ رسمي؟ موجودين صبح مساء؟ جميل. مركز إرادة عبارة عن عيادة داخلية وعيادة خارجية. عيادة داخلية اللي هي المبيت، المريض اللي يحتاج الطبيب يقرر أنه لابد أن يكون الطبيب اللي سألت عنه، طب أطباء المختصين والمعالجين، معالجين علم النفس وكذلك علم السلوك وعلم الاجتماع، هم يقررون مع بعض، وخصوصا الطبيب طبعا. نعم. يقرر دخوله إلى العيادة الداخلية لمدة شهر أو أكثر حسب. يعني أنتوا عندكم مبيت، يجلس ينام، يأكل، يشرب. ترى أنا أقولك زيارة حسابنا، يعني مش قضية أنه يدخل بس يأخذ دواء، يأخذ جدول يقولون يلا روح. أخوي زيارة حسابنا بترويك المركز من داخل. ليش مركز من داخل؟ نحن كأننا في فندق، مش في مستشفى سراير بيض وربط وكراسي، لا نحن في مستشفى،
نحن في مركز كأنك أنت في فندق صراحة بدون مبالغة. الجلسات العلاجية كأنك جالس في لوبي. دكتور أنا يعني أعيد وأكرر وأنا عارف إني كررت هذا السؤال لكن أنا عارف الأهمية. أكيد دكتور أكيد. يعني شخص اليوم إذا دخل عندكم ما بيطلع تمسك الشرطة؟ يقين. لأن الناس يخافون دكتور خلنا صريحين. طيب طيب أجي يجيني واحد شاب في المجتمع يتعاطى يقولك أنا بطلع من الباب معناته أنا أتعاطى داخل خلاص رحت فيها في قضية حتى نأمن المستمعين جميعا. عفوا دكتور فضل فضل. يا جماعة الخير والله يعني إحنا في عام التسامح وغيره من عام التسامح أكيد. الدولة حريصة لسلامة أفراد المجتمع مش الهدف شو الدولة شو تستفيد من عقابك أنا أمسك الإصلاح. أنا شو أبغيك أجيبك وأعاقبك وأسجنك وأطعمك ليل ونهار أنا أبغي صلاحك أبغي أكيد. شفائك أبغي نفعك لهذا المجتمع أبغيك أكيد. تكون براس شعلة مضيئة نافعة لهذا أكيد. المجتمع يعني أكيد. نرجع نكرر ونعيد اللي بيروح لهذا المركز أو هذا المعهد أو يا جماعة ما في ضرر أكيد. ما في خوف أنت في أمن وأمان تام كلي حتى أنا تعمدت وتكلمت مع الدكتور قبل ما نطلع على الهواء في هذا الموضوع لأني أنا محاضر في المؤسسات العقابية وعند ألتقي بمجموعة كبيرة من يعني أصحاب التعاطي وغيره هذا مسبب لهم خوف كبير أكيد. القضية أن الشرطة تمسكني وأني أتلبس في قضية هذه وايد يخافون منها أكيد. فيا أخوة إحنا نقولكم أنتوا في أمن وأمان اللهم لك الحمد لا تخافوا من شيء إحنا الدولة بشكل عام بيض الله وجهه ولاة أمرنا والقائمين على هذا الآن لما تجي أنت عفوا أنا استطردت شو الكلام خذ راحتك لما تجي اليوم لمركز مثل هذا مركز إرادة أنا ما أبغى أسأل هذا السؤال كم الدولة تصرف سنويا كم رواتب هالدكاترة كهرباء الماي الأدوية المصحات الموظفين طيب هذا يا جماعة ليش الدولة تسوي هذا كله عشان أني أنا أو أخليك توصل عند باب المركز وأشلك عقب في السجن لا الهدف علاجك الدولة تسعى جاهدة يعني علاج كل من تضرر بهذه الآفة فيا ربي احفظ لنا مجتمعاتنا شيخ أنت تقول لي ما بسألك عن تكاليف ليش تكاليف المريض التكاليف الفعلية تكاليف المريض في العيادة الداخلية الفعلية 120 ألف درهم في الشهر للشخص الواحد للشخص الواحد طيب هذا من يدفع هذه الدولة تدفع ليش حتى تضمن سلامة أفراد مجتمعها أنتم ما تتخيلون يعني مبلغ كبير يا دكتور ما توقعت ما تتخيلون حجم الدواء كيف غالي ما تتخيلون حجم البرامج ومثل ما قلت احسبها كلها مريض ثلاث وجبات غير ما بين الوجبات رياضة نحن عندنا جيم كامل مدربين الموجودين مؤهلين عندنا قسم الأنشطة قسم للأنشطة يطلعون رحلات يروحون متاحف يروحون يلعبون كرة الطائرة كلها جماعهم مو محبوسين داخل يطلعون معانا يصلون برا يصلون الجمعة بإشرافنا أنت تحفيظ داخل شغال تحفيظ وخرجنا ناس تواصل على أعلى مستوى والله صدقوني يا جماعة أنا أقول لكم صراحة أستاذ فيصل ولا 10 حلقات عشان أقول لك منه إرادة ولا 10 حلقات عشان أكلمك كل قسم في إرادة شو يسوي اليوم أنت أمام مركز بيض ويها أمام الدولة تماما ليش في هذا العمر القصير خلني شوية أطلع لك في شيء أقوى في هذا العمر القصير جدا قصير اللي مفروض يركز فيه فقط على العلاج وخدمات العلاج والتحديات مركز إرادة يطلق ماجستير الأول من نوعه في علوم الإدمان في الشرق الأوسط بالتعاون مع كلية الدبي الطبية اليوم بيجون شباب مواطنين من 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 مركزنا مواطنين ومواطنات في عمر الورد وكذلك من خارج اليوم شيخ أنا مركزنا هالماجستير يستقبل اسمع يستقبل الممرضين في مجال الإدمان يدرسون أو يستقبل الصيادلة اللي في مجال الإدمان بيدرسون ليس هذا فقط بل يستقبل شيخ لو يبغى يدرس مجال الإدمان يستقبل شرطي يستقبل إعلامي واحد يدرس إعلام يقول بكمل ماجستير في علوم الإدمان مع إرادة وكلية الدبي الطبية حياك الله ماجستير معترف فيه كل هالخدمات عشان منو عشان هذا الابن وهذه البنت اللي بيونا شيخ والله أنا عشت الأمل وعشت الألم أنا شفتهم أمامي أنا تصلوبي تدري الحين يتابعوني الحين كلهم يتابعوني أسلم عليهم بو أمل يتابعني بو سيف يتابعني بو راشد يتابعني بو فاطمة يتابعني فاطمة يتابعني يتابعوني يقينا أنا ما أتكلم سوالف يعني ليش يعيشون الأمل اليوم متعافين من مركز إرادة تعرف شو يقول بو أمل والله لو عندكم مداخلات تعرف شو يقول إرادة أسرتي أنا ما عندي أسرة
هو فاقد الأسرة. الله أكبر. إرادة الله. أسرتي اليوم يعني داخل ما يعامل كمريض. يعني دكتور فعلا أنتوا رجعتوا الأمل للناس بإذن يعني الله. البسمة اللي كانت غايبة من وجوه الكثير من الناس اللي عانوا من هذه الآفة الخطيرة أنتوا استطعتوا أن تجعلوه إنسان سوي قويم يعيش في المجتمع. دكتور البعض يقول لك يا أخي أنا إذا انمسكت في قضية مخدرات أعتبر حياتي تدمرت. كيف حياتك تدمرت؟ طبعا بفنشوني من وظيفتي، ما راح أجد وظيفة، حسن سير سلوك هذا إنساه. أنتوا خلونا نفرض أنه دخل عندكم هذا الشخص وتعالج، صحيح، هل بالإمكان أنكم يعني تهيئوا هذا الرجل أنه يبصر للحياة بأمل جديد، يستطيع يجد وظيفة، حسن سير سلوك، غير من الأمور هذه؟ جميل. كنت في ماليزيا وأنا مصر أبدأ بهذه. كنت في ماليزيا. ليه شيخ؟ شو ودك ماليزيا؟ سياحة ما شاء الله؟ لا، مركز إرادة تكفل بتدريب، تدريبي أنا وتدريب غيري من الكوادر الوطنية. الشباب عنا والشابات تدربوا في أمريكا في فلوريدا، ما شاء الله. الشباب عنا والشابات تدربوا في عدة مواضع في الدولة، بل حتى استقدمنا الخبراء من برا دربوهم بشهادات معتمدة عالمية. خلك من هذا كله لأن هذا شرح طول. شيخ عبد الله راح يزور مراكز العالم عشان يتعرف على أفضل الممارسات. وتخيل أنا بالناس يسمعوني شيخ شيخ أنا شيخ أنا دارس شريعة، لكن في الحقيقة المركز هذا أهلني إني أكون اليوم في مجال الإدمان. رحت أمريكا المهم، ورحت ماليزيا عفوا بعد أمريكا، قبل أمريكا في ماليزيا كان في نهاية 2018، ورئيس الدولة الله يحفظه الشيخ خليفة بن زايد الله يطول بعمره ويمد الصحة والعافية على الطاعة، أصدر أو أعلن أن عام 2019 هو عام التسامح، وتسابقت الوزارات والمؤسسات على مبادرات التسامح. أنا في ماليزيا جاءتني فكرة وكتبتها بالواتساب حق أستاذة أمينة عجلان الله يحفظها، أرسلت لها بالواتساب، هي رئيسة القسم عندي، قلت لها خاطري أطلق مبادرة اسمها مسموح، الكلمة الإماراتية الجميلة اللي أكيد عند الفاصل قلت لي إياها وقبل البرنامج وفي الطريق. شو تقصد فيها دكتور هذه مسموح؟ مسموح يعني الكلمة الإماراتية معناها أنت مسموح لك، أنت يعني معذر. لا المبادرة شو؟ الحين بتي الكلمة. أول شيء عام التسامح كلمة إماراتية أصيلة تحمل كل معاني قيم التسامح في الإمارات اللي نقولها وايد. لكن أخذت من شيخ محمد بن راشد كلمة أخرى، التسامح ليس كلمة تقال، التسامح عمل مؤسسي مستدام. فبغيت مبادرة مسموح تكون عمل مؤسسي مستدام لإنعاش هؤلاء ودمج هؤلاء في المجتمع. إذا مركز إرادة ضيف عليه شيء ثاني، مش فقط علاج وتأهيل، مش فقط توعية اللي هو مسؤوليتي أنا ومسؤولية قسم التوعية، أيوة، ولا كذلك تدريب الكوادر الوطنية اللي وصلنا للماجستير. ضيف هذه العبارة دمج وتمكين. كيف؟ متعافينا شاركوا في برنامج إذاعي 30 حلقة في رمضان، يعرضون قضاياهم وتحدياتهم وحسن سير السلوك ومشاكلهم، ويعرضون كل هالقضايا بشكل جميل ومبتكر ولطيف وليس بشكل مرعب ومخيف. تابعوهم في دبي متابعة حثيثة. سؤال، كيف نجح البرنامج؟ كيف قدرت تجيب 13 مدمن للإذاعة؟ الإذاعة تابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث، وعلى رأسها الرئيس التنفيذي أمسي عليه بالخير عبد الله بن دلموش، هذا الإنسان العظيم العظيم جدا. تعرف شو سوى؟ طبعا أكيد بالرجوع لولاة الأمر وعلى رأسهم حمدان بن محمد، ما نبى أي إثباتات أو أوراق أو ثبوتيات إن هذا يقدم حلقة إذاعية، بمعنى ما نبى منه أي أي ورق. أنتم مركز إرادة هاتوا الريان، اسمه ما بيعرف حتى في الإذاعة، حتى اللي عاملين في الإذاعة ما يعرفون اسمه غيري أنا. قدمنا 30 حلقة، هذا تسامح، هذا تسامح. جماعة بيتكلمون، لكن وين السرية اللي سألت عنها؟ جماعة بيتكلمون. بنية شاركت، قالت ما أقدر أجي الإذاعة حتى لو تغشى. نقلوا لها الإذاعة للمركز، نقلوا لها جزء للمركز وصوتها وصل. طيب سؤال شيخ، أنتوا سويتوا شو وإعلام وبرنامج حلو في رمضان؟ البرنامج المدير التنفيذي أعلن في الجرائد وكذلك تصريح صوتي أن البرنامج مستمر كل أسبوع، بعد العيد ببدأ أسجل حلقاته، ما بتكون حلقات مرة ثانية مدمن متعافي الحمد لله، لا 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 الحمد لله بنعمة الله تتم الصالحات. لا، فلان تعين، فلان هذا إيه؟ اللي كان ويانا الحين متوظف، فلان الثاني الحين لا في التطوع في الهلال الأحمر، فلان حلقات كلها أن هذه رجعوا اندمجوا للمجتمع. شو فايدتها؟ أول شيء نقول للمجتمع نحن مو بشغالين كلام، عيالكم أمانة عندنا. الشيء الثاني نبغى نقول حق كل مدمن يشوف هذيل، يعرفهم بالأسماء شيخ، هذيل يعرفون بعض، فلان ربيعي اللي يتعاطى وياه ليل نهار اليوم يتعين واليوم في إرادة ويلقي محاضرة وبرنامج إذاعي. إذن الأمل باقي، الأمل باقي بهؤلاء، الحمد لله رب العالمين بهؤلاء. فنحن بنقول مسموح اليوم
مبادرة وصلت لسيارات الإسعاف، سيارات الإسعاف في دبي كلها مزودة بعقار من مركز إرادة اسمه ناركان. الرجل يطيح جرعة زايدة، شو التسامح؟ يموت؟ خلي ولي تعاطى مخدرتي ويستاهل؟ لا، المريض لو يالك شيخ، شيخ انت شيخنا، لو انت طبيب، تخيل انت طبيب ياك اكبر مجرم في العالم والان مقطوع رجله او مطلوق طلق ناري، شو يسوي له؟ يعالجونه، يعالجونه الشرطه اللي زاخينه اللي اطلقوا عليه، يعالجونه. ولدنا، ولدنا عمره 18 و20 طايح الارض، انتهى روحه، انتهى. هذا بكلام الاخوه في الاسعاف، يقول جربنا العقار هذا اللي اعطيتونا اياه، بخه واحده رجع للدنيا. نحن حتى المبادره سميناها ومن احياها. الله اكبر. الله احيا بفضل هذا او بسبب هذا العقار البسيط. اذا مبادره مسموح موجوده في سيارة الاسعاف، مبادره مسموح موجوده في الاذاعه والتلفزيون، انا اليوم موجود واقول مسموح، هذه المبادره، هذا الشعار الكبير اللي نتمنى وساعين له ان نجعله سلسله من الاجراءات وسلسله من القوانين وسلسله من الممارسات التي يمشي فيها المتعافي حتى يصل الى المجتمع مره ثانيه كانما مر الى الحمد لله. يعني نقول المجتمع. احنا يعني نبغي نقول لكل مشاهد، اذا مركز الجماعة في إرادة مو بس قضية أن يعالجونك جسديا، لا لا، يعالجونك حتى اجتماعيا. يعني أنت راح تعود من جديد للمجتمع وتعيش حياتك بوظيفتك بسيارتك وزوجتك وبيتك، حياتك طبيعية تماما. أنتم متكفلين أن بشهاداتكم أو تصديقاتكم أو يعني أن تعطوه شهادة حسن سير سلوك؟ نحن لست الجهة المعنية حسن سير سلوك، الشرطة هي الجهة المعنية، لكن سعادة عبد الله حمدان مدلموج في تصريحه الأخير قال في تعاون وشيك انتهى تقريبا بإذن الله، أن كل واحد متعافي، أكرر متعافي، لجأ إلى العلاج والعيادة، العلاج المصحة تقول هذا الرجل في مراحل جيدة متماسكة من التعافي. مركز حمدان بالتعاون مع شرطة دبي هم اللي بيصدرون هذه الشهادات. جميل. وإن شاء الله أقول لكم أول ما تبدأ فعلا عمليا تكون موجودة، نحن ما نسوق كلام، لما تكون عمليا موجودة المجتمع كله بيعرف من خلال وسائل الإعلام. جميل جدا. نعم، وهني أوجه شكري العظيم أول شيء لشرطة دبي لتعاونها مع سعادة عبد الله بن دلموج ومركز حمدان بن محمد لحياة التراث. يا أخي وجودي والله ما بالغ عشان تستضيفوني مرة ثانية، وجودي معاكم اليوم لإيصال رسالة. أنا اليوم بعد ما أطلع الحين بطلع من هني 49 دقيقة مداخلة مع إذاعة نور دبي مع العميد متقاعد جاسم ميرزا صاحب برنامج المهني هم الأمر. هذا البرنامج اللي نحن مركز إرادة، تسألني عن التوعية، مركز إرادة يرعى هذا البرنامج من سنة تقريبا أو سنتين، برنامج المهني هم الأمر الذي حاز على جائزة العويس لأفضل برنامج إذاعي. الله أكبر. يتكلم عن المخدرات وقضايا المخدرات، فأمسي على الدكتور جاسم والآن بينتظرني في مداخلة. نحن حاملين الزخم في دبي وفي غيرها من الإمارات، حاملين بقوة شديدة، ما نرفع، أعيد، ما نرفع شعارات، نحن عندنا أشياء يعني على قولتهم قولوا فعل، قولوا فعل بإذن. طيب دكتور، أنت الحين لما تتكلم بالطريقة هذه قد يعني يحس المشاهد الموضوع كبير كبير، يعني هل فعلا القضية بهالحجم؟ هل يعني الكارثة والمصيبة هذه فعلا بهذا الكم الهائل موجودة في المجتمع وتحتاج فعلا نسلط الضوء عليها وتحتاج هذا الجهد كله؟ نعم. ليش أقول لك هذا الشيء دكتور؟ لأن أنا بنفسي شاهدت بعض أولياء الأمور شو يقول، يا أخي تفاجأت، ولدي ما له، مستحيل ابني يسلك هذا الطريق، تفاجأنا فينا رجل يتعاطى. أكيد أكيد. إذن القضية يمكن أنت غافل عنها، أنت كولي أمر، أنت كأم كذا، شو يقولون هذولا؟ ما الحمد لله احنا بخير، تتفاجئين بيوم وليله انت كأم او انت كأب ولدي ابنك يتعطى. طيب بما ان تكلمنا في هالجزئيه، كيف احنا نوعي اليوم المشاهد المستمع، كيف يعرف شو المؤشرات، شو الدلائل، شو القرائن الموجوده التي تخليني انا احس ان هذا الابن، ان ابني، ان بنتي قد يكون متعاطى، قد يكون يتعاطى؟ يتعاطى. الجواب اول شيء بجاوب جواب عام وخاص. الجواب العام ان اليوم الدوله وحدت الجهود تحت قيادة صاحب السمو الشيخ سيف بن زايد وزير الداخلية، أن جعل هناك مجلس أعلى للمخدرات للوقاية، وكذلك إعداد البرامج ومراقبة المحتوى الإعلامي كله تحت، كل هذا برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم الله يحفظه.
فإذا هذا دليل على أن نحن ما نشتغل بروحنا. أنا عضو في هذه اللجان سواء تنفيذية أو تشريعية. ليش؟ لأن اليوم ما نبغى نشتغل بروحنا، ترى هي موارد تضيع. أما عن الأسرة الدكتور، هو أنا أكون واضح معك، الوقت داهمنا أكيد، إحنا عندنا محورين، لكن أنا عندي مهم المحور اللي سألتك فيه. قل كيف نعرف المؤشرات؟ كيف نعرف شو المؤشرات؟ طيب، حتى نطمئن. الجواب العام إن في خمس دقائق المؤشرات كثيرة، فتحتاج بكل بساطة أنك تلجأ لحسابات هذه المراكز وتتعرف أكثر. لكن خلني أجاوبك بجواب عام. تغير السلوك بشكل مفاجئ. مثلا كان ما يضحك صار يضحك وايد، يعني كان يسولف الحين مبالغ، ينكت ويستظرف، هو ما كان يتكلم، ما كان شيء. هذا اكيد يستخدم بعض المواد اللي يسمونها يعني تثير السرعه والاكتف والسوالف، او لا كان مو منعزل. اذن عيد، تغير سلوكي مفاجئ، كان مو براعي سوالف، مره واحده استوى لي يعني سامحني جحا يقرق ونكت واستظرف وفعلا ينكت. طيب، لا تغير مفاجئ، فكر. او كان ريال اوكي يضحك يسولف، مره واحده كله في غرفه مضايق مكتئب، ها تغير مفاجئ. كان سهر، بس السهر شديد 3-4 أيام بس. سامحني، أنا كنت مع واحد مدمن، شوف إهمال الأسرة، قلت له تلعب أيام، قال لي هي وتتعاطى مواد تخليه يسهر. يسهر كم يوم؟ 11 يوم مبنايم يا رجل. وين الأسرة؟ ما ينام 11 ما ينام، ما ينام، يمكن ينام ساعة شو يقوم. بس سألته أسرتك وين؟ قال يدقون الباب. سامحني شيخ، عقب يقولوا لي الأسرة ليش تعاطى، يدقون الباب بشكارة بعد، تبغى غدا سعيد؟ تبغى غدا؟ لا. وعلى فكرة يتعاطى مواد ما يبقى أكل، ما يبقى أكل وايد، يقول يحطوا لي أكل ساعات لأن وقت الغداء أشبه في الزبالة. أسرة ما بعرفها أن ولدها ما نام 3-4 أيام تقول لي ليش ولدي يتعاطى. شيء ثاني، أنا ما بتكلم عن الصحبة، أتكلم عن الأشياء الواضحة. ثقل في اللسان، ولدي قام يتكلم سجيل لسانه، أخي واضح مو بشي هو. ثقل لسان، أو قد يكون إحمرار في العين، أو حتى يسمونه العين الكريستالية، عينه شيء فيها شيء غريب تلامع، يحاول يتهرب في الليل داش. يعني سامحني والله، أنا لو تليفوني هناك لو أطلع لك يعني عندي 60-70 أكثر، وكل واحد بشرح شوية. فنحن نقول ما عندنا مانع يكون في حلقات ثانية، ما عندنا مانع نجيب مختصين. أنا اليوم صراحة وإن كنت أتكلم إن شاء الله بعلم، لكن لا، في مختصين في هذا المجال ممكن يكون جالسين مكاني هني ويعطونكم، يقسمونكم أقسام ويشرحوا لكم بالتفصيل. اليوم يكفيك تزور حساب إرادة سنتر. أرجع وأقول أرجوكم ضيفوا الحسابات، انشروها. سامحني أخوي فيصل، اليوم شيخنا اليوم ليش يزقرون هالمشهور الفلاني ويعطونا فلوس كبيرة عشان يسوق لهم حق همبرجر ولا يسوق لهم حق أكل؟ تعرف ليش؟ تابعوه بمئات الألوف. نحن اليوم مركزنا يتابع 1700 متابع. لو أروح مول خليك وياي، لو أروح مول أقول أبغى أسوي فعالية مخدرات كبيرة عندكم، تعرف شو يقولوا لي؟ أذكية تدخلوا حسابك، 1000 واحد جالك، من بيحضر لك إذا 1000 واحد مهتمين فيك؟ الله. لكن تخيل لو المجتمع كله، مو بعيب أنا أقولها بصراحة، هذا حساب تابع لمركز حكومي، تخيل أنت بس بدون رغبة بس متابعة وإنسانة، يا أخي بس متابعة وإنسانة، تخيل حسابنا صار يتابع 100-200-300 مليون، صعب يعني؟ تابعونا. أروح مول معين أبغى أسوي عليه ضد المخدرات، أوف هذيله. يعني يا جماعة الخير، أنا أبغى أقول حاجة، ترى الدكتور مو بجالس يسوق على حسابه الشخصي، الحمد لله الرجل يرسي يتكلم عن حساب رسمي تابع لدولة. هذا الحساب هدفه توعية المجتمع، أفراد المجتمع، المؤشرات، الدلائل، الأقران، شو عندكم، شو جديد فعالياتنا، في فعاليات كل شيء حتى نحفظ مجتمعاتنا. الوقت داهمنا دقيقة أو نص دقيقة، شو جديد مركز إرادة؟ في عندكم شيء؟ في نعم جديد؟ نعم في تطور؟ نعم، أنا ذكرت لك الجديد في مركز إرادة غير برنامج الماجستير الآن التسجيل شغال فيه. أطلقنا برنامج مسموح لتدريب المتعافين برعاية وزارة من الوزارات، ما أقدر أسميها حاليا لأن في اعتماداتها الأخيرة، وزارة من الوزارات بتعتمد لنا مبلغ راتب ل4 أو 5 متعافين، بيكونون هم نموذج مركز إرادة الذي يحتذى به، سواء في الإعلام بنقدمهم للناس بعد تدريبهم سنة، أو بنقدمهم كنموذج لبقية إخوانهم المتعافين، وكذلك للأسر اللي تبغى تجلس وياهم. نحن مسوي مشروع أن هذا المتعافي أسرة يأسة، شيخ فيصل الأسر يأست من كثر ما ينتكس، من يلسى ويا هذا اللي 15 سنة كان يتعاطى، اسمعوا من شوف تأثيره عليهم كيف بيكون وكيف بيوجههم التوجيه السليم. هذا إن شاء الله اللي أقدر أعلنه الحين، وإن شاء الله يكون اللقاءات كثيرة. ما أنسى الختام أشكرك على هذه الاستضافة، ودربنا لدبي بعيد فما نبغى عشاء ما نبغى شيء. الله يسلمكم، والله سعدنا بك يا دكتور، الله يحفظك، احنا نتمنى أن تتعشى معنا. والله طال عمرك الموتر
يقول والأهل يتريون. جزاكم الله خير. سعدنا بك دكتور، ويعلم الله أن الحلقة كانت يعني ثرية بالمعلومات والكم الهائل، وأتمنى أن نستفيد، والهدف من هذا كله توعية أفراد مجتمع الحفاظ على مجتمعنا. الشكر موصول لك دكتور على هذا العطاء الفعال، وقبل ذلك دولتي الكريمة حرسك يا ربي وحفظك من كل سوء ولاة أمري، الله يرعاكم ويحفظكم، أنه بذلت السبب والجهد والمال للحفاظ على أفراد هذا المجتمع. سددكم ربي ورعاكم. أكرر شكري لك دكتور على هذا العطاء المثمر النافع، لكن أوعدك أن لنا بإذن الله اجتماع آخر، لأن الكلام هذا الجميل لابد أن نتعاهد بين الفينة والأخرى، واجبنا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وشكر موصول لطاقم التصوير والمخرجين، وإلى لقاء جديد نلتقي الأربعاء القادم إن شاء الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.